خلينا نروح لارض الملعب واستاذن حضراتكم زميلتنا العزيزه سلا حامد. وسلا يعني تنقل لنا الاجواء والاستعدادات للمباراه. اتفضلي يا سلا. مرحب بيك طبعا يا كابتن هيثم واكيد بضيوفك الكرام والكباتن الكبار في الاستوديو الكابتن ندى ايمن والكابتن منى عدلي، طبعا اثنين من نجوم كره الطايره في النادي الاهلي وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، يعني حاليا انا متواجده داخل صاله 2 باستاد القاهره طبعا عشان انقل لكم يعني كل الاجواء هنا واستعدادات الفرقتين سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك في مباراه اليوم اللي تعتبر الجوله الاخيره في مرحله ترتيب الفرق او الدور اللي قبل النهائي من بطوله الدوري العام لكره الطايره سيداتين. زي طبعا حضرتك شايف يا كابتن هيثم ورايا طبعا الاجواء، يعني الفرقتين بالفعل يعني بداوا عمليات الاحماء على ارضيه الملعب. كمان خليني قبل ما اتكلم عن استعدادات الفرقتين سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك استعرض لحضراتكم القائمه لفريق النادي الاهلي طبعا تحت قياده الكابتن حمدي الصافي. البدايه طبعا مع الكابتن وكابتن الفريق نهله سامح، شروق فؤاد، ايه الشامي، ساره امين، دعاء الغباشي ودعاء محمد، مريم ثروت، زينه العالمي ومي غزال، ايه خالد، سلمى يوسف، ديانا رايس طبعا المحترفه من بورتريكو للنادي الاهلي، والاثنين الليبرو طبعا في مركز الليبرو ندى وليد ومريم الصغير. ده بالنسبه لنادي الاهلي. بالنسبه لنادي الزمالك وطبعا قائمه نادي الزمالك تحت قياده الكابتن احمد فتحي، البدايه مع كابتن الفريق ياسمين نوح، وطبعا في مركز الليبرو ايسل نديم ونوره ايهاب عزمي، ايضا جميع اللاعبات فريده العسقلاني، دانا شوقي، مايا ممدوح، نوران احمد سعد، هنا المصري وهنا سند، صابين حسن وداليا المرشدي والمحترفه البرازيليه مايوكا وفريده هشام ومريم متولي. ويمكن خليني اقول لك ان في قائمه النادي الاهلي بيغيب يعني عن صفوف فريق النادي الاهلي يا كابتن هيثم اثنين من لاعبات النادي الاهلي سواء اللاعبه علياء هاني والمحترفه ايضا من بورتريكو كارينا طبعا بسبب اصابتها القطع في غضروف الركبه. ولكن خليني اطمن يعني جمهور النادي الاهلي وطمنك يا كابتن هيثم انه ان شاء الله بعد مباراه اليوم كارينا هترجع تاني تنضم للتدريبات الجماعيه. حاليا هي بتكون متواجده على هامش المران، ولكن يعني من بعد مباراه نادي الزمالك هتنضم للتدريبات الجماعيه وكمان في المباريات مع فريق النادي الاهلي. يعني على الجانب الاخر نادي الزمالك النهارده هيغيب عنه في المباراه الليبرو مريم مصطفى طبعا بسبب اصابتها في الوتر اكيلس، ولكن كل لاعبات نادي الزمالك هيكونوا متواجدين في مباراه اليوم. كمان خلينا نكلمك شويه يا كابتن هيثم عن استعدادات الفرقتين. يمكن النادي الاهلي من بعد مباراه وادي دجله امبارح واللي انتهت لصالح النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل لا شيء، النادي الاهلي يعني كان مستمر في المعسكر المغلق. طبعا كانوا في معسكر مغلق قبل مباراه وادي دجله، بعد كده بعد مباراه وادي دجله مباشره قرر كابتن حمدي الصافي انه الفريق يتجه ايضا ويعني تاني للمعسكر المغلق طبعا استعدادا لمباراه اليوم، واللاعبات يفضلوا طبعا في حاله التركيز ويدخلوا في اجواء يعني اللي بتكون ما قبل المباراه. كمان كان في محاضره فنيه ما بين الكابتن حمدي الصافي واللاعبات الحديث طبعا عن يعني مباراه اليوم ونقط الضعف والقوه اللي عند نادي الزمالك طبعا عشان يستعدوا بشكل قوي. نفس الكلام يعني كان عند نادي الزمالك. يمكن نادي الزمالك يعني امبارح بعد مباراته مع نادي الشمس واللي انتهت بفوز نادي الزمالك بثلاث اشواط مقابل لا شيء، فريق نادي الزمالك دخل في معسكر مغلق استعدادا لمباراه فريق النادي الاهلي. ويمكن خليني برضه اقول لكم انه النادي الاهلي النهارده بيدخل المباراه وهو في المركز الثاني برصيد 13 نقطه، ونادي الزمالك في المركز الاول برصيد 15 نقطه. ويمكن بعد مباراه اليوم ان شاء الله النهارده لو انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث شواط مقابل شوط او ثلاث شواط مقابل لا شيء، النادي الاهلي هيحتل المركز الاول برصيد 13 نقطه والزمالك هيكون في المركز الثاني برصيد 15 نقطه. لكن طبعا يعني في حاله انه النادي الاهلي لو فاز بثلاث شواط مقابل شوطين هيكون المركز الاول لصالح نادي الزمالك، وبعد كده يعني هتكون دي يعني اخر مرحله واخر جوله في مرحله ترتيب الفرق، وبعد كده ان شاء الله هيكون في المرحله الدور الثمانيه او البلاي اوفز او الباست اوف 3 للنادي الاهلي بعد ما يتعمل طبعا قرعه ما بين الفرق اللي في الاول اربع مراكز، المركز الاول والثاني والثالث والرابع هيكونوا في قرعه مع الفرق من المركز الخامس والسادس والسابع والثامن، وبعد كده هنشوف النادي الاهلي ان شاء الله هيواجه مين في البلاي اوفز او الباست اوف 3 في بطوله الدوري العام لكره الطايره. يمكن طبعا دي كانت كل يعني الامور المتعلقه يا كابتن هيثم بمباراه اليوم. كمان خليني اقول لك يعني ان الحضور مقتصر بس على العائلات لصالح للفرقتين سواء العائلات طبعا للاعبات النادي الاهلي او العائلات للنادي الزمالك. كمان في العديد من اللعيبه من الفرق الاخرى سواء فريق الطايره رجال او كمان يعني متواجد بعض الـ يعني الاشخاص من الجهاز الفني لباقي الالعاب زي كره السله والكره الطايره.
الطايره الكل هنا متواجد بيساند لاعبات النادي الاهلي وفتيات الذهب ان شاء الله في مباراه اليوم اللي تعتبر طبعا من اهم المباريات للنادي الاهلي في الموسم ده، وثالث المواجهات ما بيننا وما بين نادي الزمالك، واللي ان شاء الله يعني عندنا كلنا الثقه طبعا في فتيات الذهب ان هم يفوزوا النهارده في مباراه اليوم يا كابتن هيثم، ويفرحونا كالعاده طبعا بنتيجه مباراه اليوم. طبعا يا كابتن هيثم انا معاك لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك طبعا يا كابتن هيثم، تفضل. سالة حامد مراسلتنا من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه تغطيه شامله، احنا شفنا او سالة يعني وضحت لنا امور كثيره مهمه يمكن كنا محتاجين نعرفها قبل انطلاق اللقاء.